من القمشلي ينضم إلينا عبر الهاتف مصطفى بالي، مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. سيد مصطفى، القصف التركي من أي زوايا تقرأه؟ من زاوية استكمال الاشتباكات التي حدثت بالأمس في عين عيسى، أم هو مقترن بانسحاب القوات الموالية لأنقرة اليوم؟ مرحبا بكم. في الحقيقة إن الحديث عن الهجوم التركي لا يتوقف عن ما حدث يوم عين عيسى بقدر ما يتعلق بتملص تركيا في وقت اطلاق النار منذ 17 شهر الموصل وحتى الآن. لم تتوقف الهجمات التركية ولا هجمات الأطفال الإرهابية المواجهة للجيش التركي من بسبب الجيش الوطني للمعارضة. طيب، هذه الخروقات يا سيد مصطفى، ما هو مفادها؟ ما هي تبريراتها بالنسبة لكم؟ بالنسبة لنا الدولة التركية في العموم لديها مطامع حقيقية، أطماع حقيقية في سوريا، في الثمن عليهم الذي يعتقدون بشبهه هي حقيقة تركيا في ولاية حلب العثمانية المتضمنة مدينة وحلب والرقة والحسكة ودير الزور. هذه الأطماع في الفترة الأخيرة صرح عنها وزير الدفاع التركي خروفي أكار عبر حسابه على تويتر ونشر الخريطة المستهدفة عندما قال نحن لا لنا في سوريا إلا ما لدينا حقوق نريد استرجاعها. وبالتالي لا نستطيع تصنيف الهجوم التركي على شمال سوريا في كل المناطق التي احتلتها تركيا سواء أو إدلب أو جرابلس أو غيرها من المدن إلا الأطماع التركية في شمال سوريا ومحاولات تركيا لتهجير طيب. كل مكونات هذه المنطقة. يا سيد مصطفى، هناك من يرى أن هذه الخروقات من الجانب التركي ربما تقترن بزيارة أردوغان إلى واشنطن التي كانت منذ 10 أيام. هل تتفق مع هذا التزامن وهذه الطروحات أم لا؟ زيارات الرئيسية إلى موسكو أو خشية وحدة لزعماء في تركيا هي عبارة عن تفاصيل تأتي في إطار المخطط التركي العام اتجاه شمال سوريا وضمها الى تركيا. وبالتالي هناك حاليا معلومات مؤكده عن استخدام الاطراف في عوائل للارهابيين الذين كانوا مع تنظيم داعش من التركمان الأزدور من مختلف تركيا في محتمل. طيب، هو ما أشار إليه مكنزي عن مسألة عودة نشاط داعش بعد القصف. يا سيد مصطفى، هل تلقيتم أي اتصال من قبل واشنطن أو حتى موسكو؟ في الحقيقة فيما يتعلق بمنطقة وقف الأخطار، الضامن الرئيسي في عملية وقف الأخطار فيها روسيا، حتى لن تصل روسيا بإيجاد وجودها فيما يتعلق بتحديد منطقة عمليات وقف الأخطار. كل الهجمات هذه تحصل خارج مناطق تم الاتفاق عليها لتكون منطقة وقف الأخطار. نحن على تواصل مع القيادة الروسية، نأمل من روسيا تحرك بما يتأثر مع حجمها في سوريا، لكن حتى الآن للأسف الجانب الروسي لم يأتي باستدامته. طيب، في عجالة سيد مصطفى، هل سترد قوات سوريا الديمقراطية وكيف؟ طبعا المناطق التي تتعرض لهجمات إرهابيين أو الجيش الغزو التركي وتصدى لها منذ يوم أمس وحتى الآن. نحن نشترك مع الإرهابيين في محافظة عين عيسى في كل المناطق. من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، ندافع عن مكونات شمال وشرق سوريا المختلفة في الانتماءات العرقية والإثنية. لن نقبل بأي حال أن يستمر هذا الوقت حتى على مستوى عملية وقف إطلاق النار. نستطيع ضبط الناس إلى حد معين، لكن إن استمرت هذه الهجمات لا نستطيع التكافؤ في كل مناطق شمال وشرق سوريا. عبر الهاتف مصطفى بالي، مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية من القامشلي، شكرا جزيلا.